نعم جميل، نعم طبعا موجه لهم كلهم التحية. تحية. والحين بنتكلم عن الأمسيات الشعرية اللي شاركت فيها. نعم، أنا آخر أمسية شاركت فيها حاليا هي في دار القضاء في الشارقة، كان في عيد الاتحاد، وكانت في قصيدة. هذه القصيدة من أقرب القصائد إلى قلبي اللي شاركت فيها، لأنه تكلمتها وكنت حيران شو أكتب، حرت شلون أكتب، فكتبت قصتي حلو. بهذه القصيدة. هذه أمسية، هذه كانت مشاركة جدا رائعة، وكان حضور رائع فيها في وشو دار رأيك القضاء. بالأمسيات الشعرية الموجودة؟ لأن صرنا في الفترة، مو بنا خاصة في الفترة الأخيرة، أمسيات بدون جمهور. تعرفين الشعر حاليا يختلف، حاليا برامج موجودة هي أكثر صار لها قبول، برامج الموجودة، مسابقات ذا فويس وغيرها وغيرها من هذه البرامج صار لها قبول، فلذلك الشعر حاليا قل إعلامه، قل أمور، بس الثقافة الشعرية قلت؟ الثقافة الشعرية شوي قلت، بس لا زال هناك متلقين، والحمد لله لما تتنمى القراءة راح يرجع دور الشعر. وحاليا احنا يعني لو تدرون الامارات حاليا دخلت موسوعة غينيس في اكبر موسوعة للقراءة اللي صارت، نعم، وهذا الشيء ينمي الشعر. لذلك كانت البيئة في البلاد هي بيئة شعرية يتميز بها الشعراء، بغض النظر عن باقي البلدان، بس هني لا، الامسيات الشعرية لها حضور جميل. يوم تقول الشاعر موجود في فلان مكان فلان مكان، على لا حسب يعلمون. الشاعر. صحيح. نعم، حسب الشاعر. جميل. كيف يمكن للشاعر أن يزيد مخزونه الثقافي واللغوي؟ القراءة القراءة القراءة، أظل أقرأ وارجع مرة ثانية أقرأ شيء وابدأ، ولا تقول تعلمت، لا، أظل في مسيرة التعليم، أنت بعدك في الخطوط الأولى، ظل تقرأ ظل تقرأ ظل تقرأ، خزينك راح يزداد، فلذلك راح تبدع في اختيار الكلمات. صحيح. نعم. إنزين، لاحظنا وجود العديد من البرامج الشعرية، نعم، شو رأيك بهذه البرامج خاصة اللي تعتمد على التصويت؟ والله هذه البرامج هي راح تخلي المشاهدين ينتبهون للشعر، نعم، رقم واحد، ورقم اثنين راح تبرز الشعر في وقت قل وجوده. يعني احنا نشد على هذه البرامج ونفرح يوم نشوفها، ويوم نشوف شاعر مليون، يوم نشوف امير الشعراء، نستمتع، العائله جميعها تجلس، وغير وغير من العوائل جميعها تجلس تستمتع بهذا الموجود. هذا برنامج قاعد يضفي، قاعد يبرز لغتنا العربيه اللي هي لغه جميله. صحيح. يعني هاي البلاغه في الشعر، يعني معروف هذا الكلام، ليس هناك ابلغ من الشعر كلام ينطق به اللسان الا القران. جميل. يعني هذه معروف، الشعر هو بلاغتنا. فيوم هذه البرامج تكون، هذا الشيء برزنا بين المجتمعات. جميل. لغتنا. جميل. طبعا المهندس وشاعر الاحساس، الله يحفظك، حابين نختم معاك بقصيده. هذه القصيده اللي قلت لك اياها اللي كتبتها للوطن اللي عشت احساسها، فقلت بيها اسمها حب الوطن. اشتاقيت للوطن اكتب قصيده، اشتاقيت للوطن اكتب قصيده، وحرتنا وحارت بعد الابيات، اكتب بحبه ولا الحياه السعيده، ولا القياده الماتها بالملمات، وانا يتاكد حبه وازيده، انادي بعشق ترابك الامارات. يا سلام. نبديها بالارواح والدم ووريده، ونضحي لجلها لو الف منا مات، احذر يا المعتدي عدوانك تعيده، نعشق الموت ولا ذل الحياة. بونا زايد، بونا زايد وعلمنا نريده، حكيم العرب ويسامح الزلات، للخير سباق ومد للعطاء ايده، تسالم للسلام ولا الحرب هات، وكلنا على نهجه واخلاق الحميده، وعلى نسله من شيوخ وشيخات، جميعنا لله جميعنا لله من خلقه وعبيده، لكن بالتواضع ملكتم الغايات، شيخ يقبل يد ويبكي شهيده، وشيخ يداوي الجرح ويكتب ابيات، وشيخ مع الجيش في اليمن السعيده، وشيخ كفو ما تناسى اليتيمات. قياده وشعب، قياده وشعب بعلاقه وطيده، نحب بلادنا ونرفع الرايات، فوق بيوتنا أعلام تليدة، رفرف يا علم بعالي السماوات، نحب بلادنا لأسباب عديدة، نحب بلادنا لأسباب عديدة،
ونضحي لجلها لو ألف منا مات. نحب بلادنا لأسباب عديدة، نحب بلادنا لأسباب عديدة، ونبذل لجلها الجهد والطاقات، نجوم العز دولتنا المجيدة تنور سمان السبع نجمات. أبو ظبي أبو ظبي الفخر يا موحدين الدار، ودبي الأمل والنهضة والإعمار، شارقتنا الثقافة والعلم والأشعار، عجمان المحبة وفجرة الأخيار، رأس الخيمة الجمال والأصل جلفار، أم القوين للكرم ويا دلة الخطار، هذه نجوم العز والرفعة والأمجاد نفخر بها دوم في ظل الاتحاد. اعذرني يا الوطن اعذرني يا الوطن، حظك ما بقصيدة، لكنني بالدم خطيت الأبيات نفداك يا نحبك وما بجديدة، ونجدد لك العهد حتى الممات، وأنا جي أتأكد حبي وأزيده، أنادي بعشق ترابك الإمارات. الله سلام الله عليك، شاعرنا الله يحفظكم بالفعل، كلمات جميلة وإحساس رائع. نعم. شاعرنا، والله يرحم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان النهيان، ويحفظ حكامنا وشيوخنا، ويحفظ دولتنا الحبيبة. آمين يا رب. نعم، كل الشكر لك شاعرنا أنس البيات على تواجدك اليوم ويانا ببرنامج صباح الشرقية، وأكيد أتمنى لك التوفيق، ونحن بانتظار الديوان الشعري إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله، أول متلقين راح تكونون حضرتك. شكرا لك ويعطيك ألف عافية. الله يحفظك. الله يسلمك.